السائل فاء من الرياض يقول: كثر عند الناس في التعزية سلام بعضهم على بعض والعناق لأجل تلك المصيبة، هل لذلك أصل شرعي؟ التعزية مستحبة لأنها من باب المواساة للمصاب، فيقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. وأما المصافحة والمعانقة فإذا كان تلاقيا بعد غياب فإن ذلك مطلوب أيضا، أما إذا كان في مكان واحد ولم يغب بعضهم عن بعض فلا حاجة إلى المصافحة والعناق، إنما هذا للقادم من سفر أو من غيبة، أما إذا كان في مكان واحد فيكفي أن يدعو له بهذا الدعاء. نعم. ربما يشعر بعض المعزين أن في ذلك سلوة للمصاب، يشعر أنه قريب منه وأنه متأثر بمصيبته، هذه المقاصد كافية لذلك، أو الفعل في ذاته ليس بمحرم ولا مكروه؟ هو على كل حال الأمر في هذا سهل، ولكن إذا اقتصر على الدعاء الوالد ولم يكن هناك غيبة بينهما فإنه يكفي الاقتصار على الدعاء، وإذا صافحه أو عانقه من أجل جبر خاطره، نعم، ولأن هذه عادة الناس ولو تركها ربما يكون في نفس المعزة، نعم، شيء من أن يجد على صاحبه، نعم، فلا بأس بذلك. نعم.